رقم تي في. أعلنت شركة أوبو الصينية عن هاتفها الجديد أوبو F1 S، والذي ينتمي إلى فئة الهواتف اللوحية ذات السعر المتوسط، وقد أطلقت عليه اسم خبير السيلفي لقدرته على التقاط صور سيلفي بشكل مميز. دعونا نبدأ مع تصميم الهاتف. جاء بتصميم معدني مميز مع واجهة من البلاستيك بشكل شبيه بهواتف آيفون إلى حد كبير، وزن يبلغ 160 جرام وبسماكة 7.4 ملم. ونرى بالأعلى سماعة المكالمات الثانوية والكاميرا الأمامية والمستشعر، وفي الأسفل الزر الرئيسي مدمج به مستشعر البصمة، بالإضافة إلى زرين بخاصية اللمس. على اليمين زر الطاقة ومدخل لتركيب شريحتي اتصال، يمكن استخدامها أيضا لتركيب ذاكرة خارجية، وفي اليسار زرات تحكم بالصوت، وفي أسفل الهاتف يوجد مدخل USB 2.0 ومدخل لسماعات الأذن. من الخلف تتواجد الكاميرا على اليسار بشكل دائري، وبجانبها فلاش LED، وبالأسفل هنالك السماعات الخارجية. أما الشاشة من نوع IPS LCD بمقاس 5.5 إنش ودقة HD وكثافة 267 بكسل لكل إنش، ومحمية بطبقة زجاج من نوع كورنينج غوريلا جلاس 4، وتشغل مساحة 71% من مساحة الهاتف الكلية. الهاتف يعمل بنظام تشغيل أندرويد لولي بوب ومعالج ميديا تك MT6750 بمعيارية 64 بت 8 نواة وتردد 1.5 جيجاهيرتز، مرفق بمعالج رسوميات من نوع مالي T860 MP2. كما يأتي برام 3 جيجا بايت مع ذاكرة تخزين داخلية 32 جيجا بايت، ويمكن زيادة سعة الهاتف التخزينية حتى 128 جيجا بايت من خلال بطاقات الذاكرة الخارجية. كاميرا الهاتف الخلفية بدقة 13 ميجا بكسل مع فتحة عدسة 2.2 مزودة بليد فلاش ومستشعر بحجم 1/3.06. وتقول الشركة إنها رائعة في التقاط الصور بالليل وظروف الإضاءة الضيقة، فضلا عن قدرتها على تسجيل فيديو بدقة 1080 بكسل. الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجا بكسل مع فتحة عدسة 2.0 تدعم خاصية التركيز التلقائي للصورة وتطبيق بيوتيفي 4.0 الذي يأتي مثبتا بشكل افتراضي مع الهاتف، ويعمل التطبيق على تحسين صور السيلفي الشخصية وجعلها أكثر جمالا. وتأتي الكاميرا أيضا مع مستشعر للضوء بحجم 1/3.1 إنش، مما يساهم في إنتاج صور سيلفي ممتازة خالية من الضوضاء بحسب حديث أوبو على موقعها على الإنترنت، بجانب الكثير من المميزات لتحسين جودة التقاط الصور بالرغم من عدم تزويرها بفلاش ليد. البطارية غير قابلة للإزالة وبقدرة 3075 ملي أمبير على الساعة، وتقول الشركة إن شحن 5 دقائق تكفيك للتحدث ساعتين، لكنها للأسف لا تدعم الشحن السريع بتقنية فوك الخاصة بشركة أوبو. الألوان المتاحة منه هي الذهبي، الذهبي الوردي والرمادي. الهاتف متوفر في الهند بسعر 270 دولاراً، على أن يتوفر لاحقاً في بقية الأسواق العالمية، وهو من الهواتف المنافسة لهواتف هواوي، شاومي، ون بلس. كاميرا أمامية أقوى من الكاميرا الخلفية على غير العادة، ربما تأكيد قوي من أوبو أن هذا الهاتف بالفعل وجد ليكون خبير السيلفي.